والله الريحة الكريهة، والواحد بطل يفتح شبابيك الدار، وصارت كل المنطقة ريحتها زبالة. الموضوع عند الاحتلال، الاحتلال هو الذي أغلق البوابات وأغلق المداخل والمخارج، وهو الذي يمنع أو يسمع. النفايات اللي بتخرج من مدينة الخليل لوحدها تتجاوز 300 طن، بين 300 إلى 400 طن يوميا. الآن الموجود على في الشوارع ما يزيد عن 1200 طن أو 1000 طن إلى 1200 طن. حتى لجأ بعض الناس للتخلص من الروائح بإحراقها، مما يؤدي إلى كارثة أكبر. منذ أن حصلت العملية في كفر عصيون أغلقت مدينة الخليل بالكامل، أغلقت كل المداخل، وأصبحت المدينة عبارة عن سجن كبير لكن على حساب المواطنين. حتى أن النفايات لا نستطيع إخراجها أو جمعها وإخراجها. استمرار الإغلاق عماله يؤدي إلى شلل المدينة. هذه مدينة تجارية، عاصمة الاقتصاد الفلسطيني بامتياز. هاي سياسة الاحتلال، لكنها إنه سياسة عقاب لأهل الخليل، إنه أنتوا يعني لازم تتعاقبوا، ويعني حسبنا الله ونعم الوكيل. بس هاي